أكثر فروع حزب الله سرية وخطورة، قد يأتي رد الحزب على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله عبرها. وحدة الظل، الوحدة 910، باتت جاهزة لاستهداف المجتمعات الإسرائيلية واليهودية في جميع أنحاء العالم وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست. يقود الوحدة 910 طلال حمية، المعروف أيضاً باسم أبو جعفر، وهي مجموعة استخباراتية وقتالية نخبوية تتولى مسؤولية العمليات السرية خارج لبنان. ترتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني بحسب الاستخبارات الإسرائيلية، وقد حافظت على السرية التامة في عملياتها باعتمادها على عملاء خضعوا لتدريب أمني صارم، وغالبا ما يحملون جنسيات أجنبية تحت غطاء مدني. الوحدة 910 هي الذراع العملياتي الأساسي لحزب الله لتنفيذ الهجمات الدولية، وقد أدت دورا مهما في حرب الظل التي تشنها إيران ضد الغرب، قادرة على شن هجمات انتقامية كبيرة في غضون مهلة قصيرة، هكذا تصفها إسرائيل. نفذت وحدة الظل عمليات انتقامية بنجاح قبل 32 عاماً بعد اغتيال زعيم حزب الله السابق عباس الموسوي، وشاركت في هجمات منها تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس في عام 1992، والمركز المجتمعي اليهودي في الأرجنتين في عام 1994. وفي عام 2012 نفذت تفجيراً انتحارياً على حافلة تقل سياحاً إسرائيليين في بلغاريا.